يقدر ان هو يدخل في المبادرة دي او يبقى يستفاد من المبادرة دي. حضرتك أشرت إلى نقطة مهمة جداً ألا وهي التوعية الخاصة بهذه المبادرة. إذا كانت هذه المبادرة كان هيتم إطلاقها وتم تأجيلها لفترة زمنية بسيطة، نسبة اللي عندهم علم عن المبادرة أو إدراك لتفاصيلها وشروطها وهل تنطبق عليه الشروط ولا تعتبر قليلة جداً. ما احنا عشان كده عاملين حلقة النهاردة الحقيقة. وأنا بشرف وجودي مع حضراتكم. الفكرة إن حضرتك المبادرة دي معمولة لنوعين أو فئتين من المجتمع. أيوة. الفئة الأولى هي محدودي الدخل. نعم. والفئة الثانية متوسط الدخل. نعم. أما مرتفع الدخل أو الأغنياء الأثرياء لا مش داخلين فيها. إحنا حددنا الفئات أو الشريحة مين يوصف محدودي الدخل أو متوسط الدخل؟ طبعا يا شك. أولا هي في صفتين، صفة العقار عشان ينطبق عليه عقار صالح لمحدودي الدخل، وصفة دخل المقترض اللي هو بيحصل على القرض أو نعم. اللي بيستفيد من هذه المبادرة. أولا دعينا نتحدث عن محدودي الدخل. نعم. محدودي الدخل إذا كان الفرد أعزب يعني غير متزوج ما يزيدش متوسط دخله عن 4500 جنيه في الشهر. يعني أي حد بيتفرج علينا دخله ما يزيدش عن 4000 ونص هو مؤهل أن هو يدخل في مبادرة تمويل عقاري ويستفاد منها إذا كان أعزب. أعزب. أما إذا كان متزوج 6000 جنيه. متزوج يبقى دخله ما يزيدش عن 6000 جنيه 6000. عشان يقدر يقدم في المبادرة. بالظبط. هايل هايل. والعقار كمان ليه اشتراطات انه ما يزيدش عن 350000 جنيه. من 350000 لحد اقصى مليون؟ لا 350000 حضرتك العقار بتاع محدودي الدخل. المليون هو العقار الخاص بمتوسطي الدخل. وبالتالي علشان يسمى محدود الدخل لازم يخضع للفئة اللي هي بيقع فيها ثمن العقار وأيضا الفئة اللي بيقع فيها دخل الفرد الشهري. نعم. يبقى متوسط الدخل من لو هو أعزب من 10000 جنيه بحد أقصى لدخله 10000 جنيه. طب لو هو متزوج أو متزوج ويعول يبقى دخل الأسرة اللي ممكن تكون الزوجة بتعمل يبقى 14000 جنيه. 14000 ما يزيدش عن 14000. وسعر العقار مليون جنيه. مليون جنيه. بس في الآخر إحنا حددنا مين هم محدودي الدخل المستفيدين ومتوسطي الدخل وقيمة العقار هنا وقيمة العقار هنا. لكن نفس اللي بينطبق اللي هم 30 سنة على الفايدة 3% متناقصة هي واحدة تطبق على محدودي الدخل ومتوسطي الدخل. الفرق في حاجة واحدة بس إن في دعم لمحدودي الدخل، دعم في حدود 35000 جنيه. حضرتك الدولة بتدي دعم لكن متوسط الدخل ملوش دعم. بمعنى ايه؟ بمعنى انه يعني هو طبعا عشان يشتري الوحده العقاريه لازم يدفع الاول مقدم. المقدم بيبقى في حدود 20% من ثمن العقار في الاثنين، في المحدودي ومتوسط. بالظبط. في محدود الدخل بيتخصم مبلغ الدعم من المقدم. هايل. فيدفعه مخصوما منه دعم الدوله لمحدود الدخل. حقيقي المبادره دي من المبادرات المهمه جدا. كام الدعم يا دكتور؟ بقول لحضرتك حوالي 35000 جنيه. 35000 جنيه من 20% من قيمه العقار اللي هو المقدم. من اجمالي ثمن العقار. وبيتخصموا من المقدم اللي من المقدم اللي هو اللي هيدفعه علشان يحجز الوحده. ده هايل. الكلام لحد دلوقتي هايل. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.